نعم، صباح الخير شروق. كما قلت، تجرى اليوم انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة في الجزائر عبر 58 ولاية، وستجرى هذه الانتخابات داخل المجالس الشعبية الولائية، وقد ترشح لهذا الاستحقاق 457 مترشحا قبلت السلطة المستقلة للانتخابات ملفاتهم، منبثقين عن 22 حزبا سياسيا وقائمة مستقلة. أما بخصوص الهيئة الناخبة المعنية بهذا الاستحقاق فتبلغ 27,151 ناخبا، وهم في الأصل المنتخبون الفائزون في الانتخابات المحلية والولائية الأخيرة التي جرت في 27 من شهر نوفمبر الفارط، وهم المعنيون بهذه الانتخابات لاختيار ممثليهم على مستوى مجلس الأمة الذي يعتبر الغرفة العليا للبرلمان الجزائري، كما يحظى منصب رئيس مجلس الأمة بأهمية بروتوكولية وتشريفية في الجزائر باعتباره الرجل الثاني في الدولة، وفي حال حدوث أي طارئ لرئيس الجمهورية وفي حال شغور منصب رئيس الجمهورية فإن رئيس مجلس الأمة هو من يتولى تسيير شؤون البلاد، وربما هذا ما يعطي أهمية بالغة لهذه الاستحقاقات الخاصة بمجلس الأمة لاستكمال تجديد المؤسسات المنتخبة بعد أن نظمت الانتخابات التشريعية لتجديد الغرفة السفلى للبرلمان، ثم الانتخابات المحلية لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. والظاهر في هذه الانتخابات بأن السلطة حسب مراقبين نجحت في استقطاب أحزاب معارضة إلى المعترك الانتخابي بعد أن قاطعت الاستحقاقات السابقة، ومنها جبهة القوى الاشتراكية وهي أقدم حزب معارض في الجزائر أعلن دخوله انتخابات مجلس الأمة بعد أن شارك في الانتخابات المحلية، مؤكدا بأنه يراهن على التغيير من خلال مؤسسات الدولة وتحقيق مشروعه السياسي.